معنا ويلة ديال الضحية اللي صفوها ليه عصابة ديال تجار المخدرات ببروج. تفضلي لالا تفضلي. تفضلي. تجار مخدرات مركب بيدوز في البروج يقلب لي مسكين بيدوزات. قتلوا ولدي. علاش قتلوا ولدي؟ شنو هو السبب؟ قالوا لي تعال خدم معنا، تعال خدم معنا، ما بغاش يخدم. كيصيفط لي كيصيفط لي كيصيفط لي كيتفاجئ ولدي جا وقف لي قدام الباب شاف جارو وهو امين كليتو ما كنعرفوش يعني جار ولدي ملي دق عليه قال ولدي صاب امين تحل بيدوز الباب دفع ولدي دق ليه الجنويه مرتو تخزنت هي ولادها ولا كيقول لي فين هي مرتك كيقول لي ما كايناش فين هي الكلمه تاع مرتك خويا كيدافع على ولادو مشاد شادو من رجليه ما كايناش وما يجرو هو ولا امين قال لي دخل الحمار دخلوه في الطوموبيل ربما توارق ربما كات كات ربما راه عنده بزاف ديال الطوموبيلات بدون ديك الماركه ديال الطوموبيل حنا ما سوقناش حنا كنصح حنا به هو بزاف ديال الطوموبيلات عنده باش هادو الطوموبيلات عنده راه بدون اوراق حتى جماري كثير خاصها دير خدمتها عيطت مرت ولدي لبنتي في برشيد بنتي عيطت للراجلي حودنا مشينا كنتجراو ما صناش مشينا عند صاحبو هشام عندنا هشام دقينا عليه خرج اللي خرج عندنا هو يقول لينا قلت ليه قال لي مرتو رانا ودي يديه وضربو في جنبو ولا اواه الطريقة هو يخرج معنا قلنا صافي صافي هو يتصل بالعساس العساس عبد الملك وسعيد اتصل بيه قال لي اشنو داير الدعوة تما قال لي الدعوة هانية ما كاين حتى حاجة قال لي لا هشام انا ما تمشي عند الجدرمية ما خلانيش هشام كيقول لي ما تمشيش عند الجدرمية لا مشيت عند الجدرمية غتلك مشيت تما لولدي خفت من ولدي لا يمشي للحبس يعطيه حتى للمخدرات والكبرة يحطو من ولدي ويمشي هو يهرب ويعيط على الجدرمية حيت الجدرمية غتسيبو هذاك ملبس راه هو اللي حاس هذا هو السبب الواحد هذا هو السبب الواحد انا ولدي ما بغاش يخدم معاه ملي ما بغاش يخدم معاه راه قتلو صافي بقينا جينا مع الوحدة ونص هنا في الدار بقينا كنخرج كنقلب كنتسالى ما نسيبش شي تيليفون ما نسيبش شي والو تيليفونو كيصوني وكيقطع علينا